انتهى لقاء القمة بالتعادل الإيجابي 1-1 ليتقاسم الفريقين نقاط المباراة ويفضل التنافس على القمة مستمر. كارتيرون قدم مباراة جيدة نسبيا قدام موسيماني اللي أخفق في بعض النقاط أبرزها التغييرات. بدأ موسيماني الماتش ب 4-2-3-1 مع وجود تغيير وحيد بوجود رامي ربيعة قلب دفاع شمال جنب بدر بنون وأيمن أشرف باك شمال وطاهر محمد طاهر جناح شمال. الناحية الثانية كارتيرون لعب 4-2-3-1 بوجود أوباما في مركز المهاجم وشيكابالا في مركز 10. مع بداية المباراة فاجئ كارتيرون الكل إنه بيلعب خط دفاع عالي وبيمسك كورة على عكس المعتاد وبالتالي ضيق على الأهلي المساحات خاصة الزيادة اللي كان ممكن يعملها ديانج أو السولية. قصاد ده بيقرب المساحات وخط الدفاع طلع الدفاع 10 متر لقدام أمام منطقة الجزاء وضيق المساحات بين خط النص وبين شيكابالا نظرا إن شيكابالا مش بيجيل الدور الدفاعي ونجح في ده إلى حد كبير خاصة إن موسيماني ما قدرش يستغل خط دفاع عالي في انفرادات وكسر التسلل رغم إن عندك لاعب زي محمد شريف قادر على استغلال سرعاته قدام بطء شوية نسبيا لقلب دفاع الزمالك لكن قدر يستغلها في الشوط الثاني بهدف لصلاح محسن. الزمالك أدى شوط أول جيد لكن عابه عدم وجود مهاجم بالطبع كان ممكن الأفضل لكارتيرون نبدأ بمهاجم كان هيبقى الشكل أفضل خاصة إن الزمالك لعب 6 كرات عرضية الشوط الأول كلها كان أوباما لوحده تقريبا في منطقة الجزاء وهو مش مهاجم في الأساس. الأهلي الشوط الأول ما كانش كويس خاصة محمد شريف كان بيضطر ينزل لعمق كتير جدا عشان يهرب من الرقابة وكمان عشان يقوم بدور الأجنحة اللي فيه مشكلة كبيرة للأهلي فيها وطبعا ده أضعف الأهلي هجوميا بشكل واضح. في أحيان كتير كان موسيماني بيلجأ لعمل سويتش بين الجناح الأيمن والجناح الشمال وده ما كانش بيفيد الأهلي في أي حاجة على الناحية الدفاعية لأن الاتنين الشحات وطار مش في مستواهم وبيشكلوا عبء على الظهير سواء هانيا وأيمن وهجوميا مش بيدخلوا للعمق يمكن الشحات بيدخل شوية ويضيع لكن طاهر ما كانش بيدخل تماما للعمق. اعتماد الأهلي دايما كان ناحية الشمال الأهلي سدد 9 تسديدات منها 8 من ناحية الشمال ورا المتلوتي وناحية محمود علاء عشان كده كارتيرون خرج المتلوتي في الشوط الثاني. الزمالك تحسن نسبيا في الشوط الثاني وبدأ يكون أفضل لكن العامل البدني كان له عامل مهم فخلال أول ربع ساعة من الشوط الثاني سيطرة الزمالك على الكرة كانت 65% وده كان أكتر رقم وصله الزمالك وقتها لكن مع وصول الدقيقة 60 لغاية هدف الأهلي في الدقيقة 74 بدأ الزمالك يفقد العديد من الكرات مع انخفاض اللياقة البدنية خاصة لشيكابالا اللي مبقاش قادر يعمل الدور الدفاعي وبقى أوباما اللي مضطر يرجع يدافع في المكان ده. قدر الأهلي يسجل عن طريق صلاح محسن من خطأ ساذج في التغطية من محمود علاء وقدر صلاح يستغل الثغرة اللي اتكلمنا عليها في الشوط الأول وسجل هدف بشكل ممتاز. بداية الهدف بالمناسبة كانت رمية تماس لمحمد هاني لعبها للسلية اللي قطع 10 متر تقريبا دون أي ضغط قبل ما يلعب الكورة لصلاح محسن. بعد تسجيل الاهلي لهدف كارتيرون طلع اوباما وفتوح ونزل اسلام جابر وعبد الشافي وغير التكتيك ل 4-1-4-1 بن شرقي وزيزي على الاطراف واسلام جابر وساسي في العمق ووراهم طارق حامد ودي ادت افضليه نسبيه للزمالك. الميزه الواضحه في حاجتين الاولى ان كارتيرون بقى يلعب ضغط عالي جدا على الاهلي من بدايه الهجمه وقدر يقطع الكوره كذا مره خلال الدقائق قبل التعادل. الميزه الثانيه ان تغيير كارتيرون ده انه اشرك باكين هجوميين بيدخلوا للعمق. هدف التعادل الزمالك كان بداية ضغط من العمق لعبد الشافي وقبلها كان في هجمة خطيرة لحازم امام برضه من العمق. هدف الزمالك كان خطأ مشترك من الثلاثي قفشة وديانج في التغطية والشناوي في التمركز اللي دايما بيكون عنده مشكلة في الكرات اللي بتكون على يمينه. موسيماني اخطأ خطأ كارثي في اشراك مروان ووليد. الاول ان مروان على مدار مباراة قمة كتير لعبها معرفش يعمل فارق بالاضافة انك سحبت مهاجم محمد شريف كان عامل مشاكل لدفاع الزمالك. وبالتالي خط دفاع وسط الزمالك ما بقاش عنده مشكلة في الزيادة بالكورة. مروان بعد ما نزل خلال 18 دقيقة لعب تمريرة واحدة بس واستلم الكورة مرة واحدة بس والتمريرة دي كانت في وسط ملعب الأهلي. الأهلي ما وصلش للمرمى بعد نزول مروان ووصل سيطرة الزمالك للكورة ل 75%. الخطأ الثاني كان نزول وليد ناحية الشمال للتأمين فأنت وديت صلاح محسن اللي كان عامل شغل كويس ناحية الشمال وديته اليمين وليد غير موفق مؤخرا وبالتالي استقبلت هدف من نفس الناحية دي. وليد خلال الدقايق اللي لعبها مرر 3 تمريرات بس وقطع الكوره مره واحده بس. التغيير الافضل كان هيبقى ابقاء شريف زي ما هو وتسحب طاهر محمد طاهر وتنزل اكرم توفيق وتلعب 4-3-2-1. في النهايه انتهت المباراه بالتعادل وفي انتظار مباراه قويه في موسم استثنائي قوي.